بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل إن شاء الله سلسلة محاضراتنا في النيونيتال ميكانيكال فنتيليشن بمحاضرة ديزيز سبيسيفيك استراتيجيز، ودي محاضرة من أهم المحاضرات، وهي محصلة فهم من المحاضرات السابقة اللي هتكون هنبني عليها فهمنا وطريقتنا في كل ديزيز في المحاضرة دي إن شاء الله. والسورس بتاعنا هيكون كتاب الأسيستد فنتيليشن أوف ذا نيونيت، الطبعة الأخيرة وهي الطبعة السادسة. الأبروتش بتاعنا هيكون عبارة عن الـ indications of mechanical ventilation في كل disease، وهي في الغالب نفس الـ indication بتكون common في معظم الـ diseases. بعد كده هناخد الـ key pathologic features اللي هي هنبني عليها الـ parameters، وهنشوف هل في مود أحسن من التاني أو mechanical ventilator أحسن من التانية أثناء في كل disease. وبعد كده هنتكلم عن الـ weaning. طيب الابروتش في الانديكيشنز، احنا بنقارن بين هل التوصيل النيونيت على الميكانيكال فنتيليشن ده فيه ريسك وهيعمل لي فنتيليتور انديوسد لانج انجري، ولا هو هياخد البينيفيت اللي هي من ناحيه الجاز اكسشينج والاكسجينيشن والفنتيليشن والديكريز ورك اوف بريثنج. بعد كده هنبص على المين باثولوجي او الكي باثولوجي والبوتنشال ايفولوشن اوفر تايم، بمعنى ان الباثولوجي ده هل هو بروجريسيف هل هو ريجريسيف، هل هو ليه ناتشورال هيستوري معين ليه بيك معينه، هل هو الديزيز ده في البارينكما ولا في الاير واي، ولا هو ميكسد ولا هو اكسترا بالمونري ديزيز. بعد كده بناء على فهمنا الكي باثولوجيك فيتشرز هناخد الانيشال بارامترز، وهل في مود معين هيفضل في ديزيز عن التاني، والبلاننج اوف ويننج والاكستوبيشن، وده بيبدا من الانيشيشن اوف ميكانيكال فنتيليشن. الابروتش هيبدأ بالانديكيشن زي ما ذكرنا، والبوسيبل انديكيشنز هي في الجدول ده من السورس اللي ذكرناه، عبارة عن كاتيجوريز للسجستد انديكيشنز، ودي عبارة زي ما احنا عارفين هو البرود لاينز هي الهايبوكسيا والهايبركابنيا او الابنيا، وريلاتيفلي الانكريز ورك اوف بريثنج زي ما هو مذكور في الجدول اللي اخدناه احنا من السورس، inadequate or absent respiratory effort زي ال absent أو ال finding، يعني هتكون absent weak intermittent spontaneous effort أو frequent، هنا ذاكر إنه أكتر من 6 events في الساعة، or severe apnea requiring positive pressure ventilation. برضه من relative indication هو excessive work of breathing، خاصة لو كان على ال non invasive ventilation، لو في marked retraction أو severe tachypnea مثلا respiratory rate اكتر من 100، وده انديكيت سيفير لانج باثولوجي او هايبوكسيا او هايبركابنيا، فده بيخلينا لو اليونيت على نون انفيزيف فنتيليشن بيكون انديكيشن للميكانيكال فنتيليشن. برضه الهاي اوكسجين ريكويرمنت اللي هي الهايبوكسيا، لو انا احتجت اف اي او 2 على النون انفيزيف فنتيليشن اكتر من 4 من 10 ل 6 من 10، يعني اكتر من 60%، او في لابايل هايبوكسيا لو انا سسبكت بيرزيستنت بالموني هايبرتنشن، ساعتها بيكون انديكيشن للميكانيكال فنتيليشن، بالذات لو انا جربت نون انفيزيف وكان نون افكتيف. برضو الهايبركابنيا او السيفير ريسبيراتوري اسيدوزيس اللي هو اثر لي على البي اتش خلاه اقل من 7.2، لو السي او 2 اكتر من 65 والبي اتش اقل من 7.2، فده برضو من الانديكيشنز للميكانيكال فنتيليشن. برضو لو في مودريت او سيفير ريسبيراتوري ديستريس اللي هو اصلا بيحتاج نون انفيزيف فنتيليشن، لكن في كونترا انديكيشن للنون انفيزيف فنتيليشن زي مثلا كونجنتال دايفراجماتيك هيرنيا، او في انتستاينال اوبستراكشن هيعمل لي ديسنشن او انتستاينال بيرفوريشن، او في جي اي تي سيرجري او الياس، او برضو لو بوست اوبراتيف انا محتاج انستيزيا او مثلا ريلاكسيشن بسبب سبيشال مانوفر، او في مثلا كونتر انديكيشن تانية للنون انفيزيف فنتيليشن زي الكوينال اتريزيا مثلا. هناخد الانديكيشن بصورة تانية، وهي الانديكيشن اللي باللون الأزرق زي ما قلنا، الأبنيا والبراديكارديا لو هي ريفراكتوري وريكارنت أو احتاجنا فيها بوزيتيف بريشر فنتيليشن اللي هو الأمبو يعني، أو الهايبوكسيا هايبوكسيميا الـ FiO2 أكتر من 4 من 10 ل 6 من 10 عشان أحافظ على الساتوريشن، وزي ما ذكرنا بالذات لو أنا استخدمت نون انفيزيف وما حصلش امبروفمنت. الهايبركابنيا برضو CO2 لو كان أكتر من 65 والبي اتش اتأثر نزل عن 7.2، ده بيكون indication للميكانيكال فنتيليشن. برضو زي ما ذكرنا relative indication severe distress أو work of breathing لو في marked retraction على non invasive، أو لو حصل إنه ال neonate ده post arrest أو في cardiovascular collapse، heart rate أقل من 60، في شوك، mostly ال cause بتاعة ال collapse بتكون respiratory، أو أنا بحتاج أعمل support لل respiration
علشان اعرف اشتغل كويس على الـ على الكارديو فاسكولار سيستم، او لو انا عندي سسبكتد ايرواي اوبستراكشن، بالذات لو ابر ايرواي اوبستراكشن انا عايز اعمل باي باس للاوبستراكشن ده، ففي سيفير مايكروجنيثيا او فارنجيال ماس او اذر، او في كونجنتال مالفورميشن ديفراماتيك هيرنيا كوين الاتريزيا، حتى لو كان تراكيوم ماليشيا او لارينجيو ماليشيا وانا عايز اعمل باي باس او اعمل ستنتنج، او في انديكيشن ان انا احافظ على زي ما ذكرنا الانديكيشنز اللي هو الابنيا الهايبوكسيا الهايبر كابنيا، او في سيفير ديستريس في الديزيز دي، انا بضطر اوصل اليونيت على الميكانيكال فنتيليشن. المود اوف فنتيليشن، هل هو في مود معين لكل ديزيز؟ طبعا احنا عارفين ان في فرايتيز اوف ديفايسز وابروتشز للميكانيكال فنتيليشن، في الكونفنشنال ميكانيكال فنتيليشن، الاي سي مود، الاس ام في وذ بريشر سبورت، البريشر سبورت، الفوليوم جارانتي، او حتى الفوليوم تارجتد فنتيليشن، او النون كونفنشنال اللي هي هاي فريكوانسي ميكانيكال فنتيليشن. المود هل هو بيفرق معايا اكتر؟ في الحقيقه هو سنجل موست امبورتنت فاكتور هو البيرسون الاوبريتنج ذا مود اور ذا ديفايس نوت ذا ديفايس اتسيلف، بمعنى ان لو في مود معين انا فاهمه وعارف اتعامل معاه كويس، عارف الماشين دي هتبقى هي الماشين المفضله بالنسبه لليونيت اللي عندي. لكن حتى لو في ريسنت ابروتش او ريسنت مانوفر بس انا مش متقنها، فده هيكون في ريسك على اليونيت، وكده انا هكون انسيف ومش هحقق الانديكيشن او الهدف او التارجت من الميكانيكال فنتيليشن. ذكرنا قبل كده الفنتيليشن مودز، اخذناها في الكويك ريكاب واخذناها برضو في الهاند ريتن الاستريشن، وذكرنا ان في مودز اوبسوليتد مش هنستخدمها اللي هو انترميتنت مانداتوري مود او اس ام في وذاوت بريشر سبورت، الاذر مودز ممكن نستخدمها، حتى الفوليوم جارانتي او الفوليوم تارجتد فنتيليشن او الهاي فريكوانسي فنتيليشن برضه كونسيدرد كمود لو انا فاهمه كويس ممكن استخدمه حتى كانيشال مود من البدايه. بعد ما عرفنا الانديكيشن لازم نفهم البريدوميننت باثولوجي او الكي باثولوجي اللي هيخليني اختار بارامترز معينه وافضلها عن التانية او هستخدمها علشان احسن اللانج فانكشن. اتفقنا ان انا كل الفكره انا عايز احسن الجاز اكسشينج، فلازم اكون فاهم الديزيز الباثولوجي بتاعه، زي ما ذكرنا هل هو الديزيز ده بروجريسيف ولا هو بعد ما انا هوصله على الماشين انا متوقع ان هو لا ده فيه امبروفمنت، هل الديزيز ده في البارينكما زي ما ذكرنا يعني في مشكله في الكومبلاينس، اللونج تشينج في الفوليوم على تشينج في البريشر قليل، كل ما اديها بريشر مش بتزيد في الفوليوم بطريقه مرضيه، ودي البارينكمال ديزيز. طبعا اشهرها الار دي اس، ويندرج برضو معاها النمونيا والبلمونري اديما والبلمونري هيموريج والاي ار دي اس او الاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، وحتى التي تي ان لو كان سبير احيانا بيندرج تحته ان كان طبعا نون انفيزف فنتيليشن هيكون هو الافضل. برضو هل الديزيز ده بيأثر على الاير واي، يعني مشكله في ريزيستنس تشينج في البريشر على تشينج في الفلو، بحتاج بريشر اعلى علشان اعدي الاير واي ريزيستنس دي. طبعا اشهر ديزيز هي الميكونيوم اسبيريشن، ولكن هتطرق لديزيز تانية زي مثلا مشكله في الاير واي الابر اير واي اللي زي التراكيو ماليشيا مثلا لارينجو ماليشيا، هل هو في مشكله في السمولر ايرواي زي مثلا برونكو بالمونري ديسبليزيا، ده كله هنتطرق اليه. ولكن احنا ممكن نرجع برضو لمحاضره ديزيز سبيك ستراتيجيز انترودكشن علشان نفهم بصوره اوسع المشكله في الايرواي او في البارينكما، علشان نكون على فهم اوسع للبريدوننت باثولوجي والكي باثولوجيك فيتشرز. طيب نبدا بالار دي اس، وطبعا هو ده اشهر ديزيز في النيونيت، ريسبيرتوري ديستريس سندروم موستلي افكت النيونيت بريتيرم نيونيتس. طبعا زي ما ذكرنا هو بيأسس يعني بيأفكت اصلا البريتيرم. الكي باثولوجيك فيتشرز طبعا ممكن نراجع فيها الفيسيولوجي والميكانيكس علشان نكون على فهم اوسع، ده عباره عن ديفيوز الفيولار ديزيز او في ديفيوز مايكرو اتليكتيزيز، يعني الالفيولاي فيها افكشن، الالفيولاي كومبلاينس بتاعتها اقل بسبب الديفيشنسي بتاعت السيرفكتنت، وبيحصل لها كولابس بالذات في اخر الاكسبيريشن. فانا عندي كده فنتيليشن بيرفيوجن ميس ماتش، يعني في بيرفيوجن بيوصل الالفيولاي ولكن هي مش مفتوحه، وبالتالي بيحصل انترابلمونري شنت، يعني الدم بيعدي من غير ما يحصل اكسجينيشن. طبعا في برضه مشكله اللنج ليكويدز، انه لسه في برضه ليكويدز بسبب ان الاماتيور لنج دي مش بتعرف تتخلص من الليكويدز افتر ديليفري،
طبعا في مشكله ديفلوبمنتال لانج بيولوجي. اللانج دي حصل لها ديسربشن للنورمال جروث وفانكشن بسبب انه الانيميا ده اتولد بريتير. لازم ده كله يحصل، يعني نعمل كونسيدريشن ليه اثناء المانجمنت والابروتش على الميكانيكال فنتيليشن. بصوره تانية برضو احنا هناخد الكي باثولوجي بتاعنا هو الفيولار ديزيز، فطبعا هيكون الريكروتمنت والمينتنس اوف اوبتيمال لانج انفليشن وافويدنس اوف اكسسيف تيشو ستريتش زي ما ذكرنا في محاضره الاوبن لانج ابروتش. ان انا احافظ على اللانج او الالفيولاي في السيف زون عن طريق استخدام الريكروتمنت اللي ذكرناه قبل كده. وطبعا regardless the mode the primary objective is to minimize the initial use أو duration exposure ل any invasive mechanical ventilation. فكل ال alveolar diseases بحاول قدر الإمكان إن أنا أستخدم ال non invasive mode، يعني بمعنى آخر aggressive application لل early non invasive mode، وده اللي هنشوفه في السلايد دي ال indication of non invasive mode وأشهرهم طبعا السباب. كل ال units المفروض البريتيرم انفانت سواء اكتر من 26 اسبوع او حتى لو اقل ريسنتلي بيكون الابروتش هو نون انفيزيف ترايل في البدايه، او انه بعد 10 مينتس اوف ريسوسيتيشن لو مفيش انديكيشن للانتيوبيشن بس لسه انا محتاج اف اي 2 3 من 10 ل 5 من 10 علشان احافظ على الساتوريشن. ده معناه ان انا لازم استخدم النون انفيزيف مود، اعمل افتح اللنج واستخدم الاوبن لانج ابروتش علشان اقلل النيد للاف اي او 2 اللي هو توكسيك وبيديني ماسكينج او ماسكينج للايفورت او ماسكينج للديزيز بتاع النيميت. فانا لازم انزل بالاف اي 2 بتاعي اقل من 30% والا بضطر استخدم السباب. بعد ما افتر سيرفكتنت ادمنستريشن ممكن استخدم السباب لو انا لسه محتاج اف اي 2 ولكن اقل من 40% وهو بيقل وانا محافظ لسه على الساتوريشن، او مفيش ماركت ريتراكشنز وبرضه مفيش سسبكتد اير واي اوبستراكشن. وممكن استخدم السباب برضه بعد الويننج اوف ميكانيكال فنتيليشن، وانا بتكلم هنا على السباب اللي هو نون انفيزيف، يعني لو في لو وصلت اليونت ده على لو بارامترز. طبعا السباب اشرنا ليه في محاضره السباب في الهاند ريتن الاستريشن المحاضره السابعه، لو حابين نرجع ليها هيزيد فهمنا اكتر وازاي بعمل ريكروتمنت وافتح اللانج على السباب ولا استخدم اف اي 2 زي ما ذكرنا اقل حتى من 30% او 3 من 10. طيب امتى السباب ده هيكون insufficient او non effective؟ لو انا وصلت اليونيت على السباب هعتبر ان هو failed، لو هو برضو حصل لي ما قدرتش احقق الجاز اكستشينج المناسب، ما عرفتش انزل بالاف اي 2 او السي او 2 اللي هي نفسها ال indications of mechanical ventilation اللي ذكرناها قبل كده. طيب as a quick recap، ال RDS بنستخدم mainly non-invasive approach. طبعا في النهاية many units still require mechanical ventilation خصوصا ال low gestational age أو ال small أو low birth weights. واحنا اخذنا الكي باثولوجيك فيتشرز وتكلمنا ان هو دي ريكروتابل ديزيز، يعني بيأفكت البارينكما والمشكله كلها في الكومبلاينس. طبعا اي مود ممكن نستخدمه، ذا بيست يو نو از ذا بيست فور ذا بيشنت. ممكن نتكلم حاليا عن البارامتر بعد فهمنا للكي باثولوجيك فيتشرز. طبعا الكومبلاينس القليله دي بتخلي اللونج تيملي في وقت اقل، فهنا هيكون طريقة كلامنا عن كل ديزيز ان احنا خلاص فهمنا الكي باثولوجيك فيتشرز. هنبص على التايمز، تايم ريسبيريشن، تايم اكسبيريشن، الاي ريشيو وريتس، وده كلهم مبنيين على بعض. وهيكون طبعا اهم حاجه في البارامترز هو التايم اوف انسبيريشن، يعني هو ده اللي بينبني عليه التايم اوف اكسبيريشن والاي ريشيو، وبناء عليها كده الريت. البريشرز طبعا هي عباره عن بي اي بي والبيب، والبريشر سبورت اللي هستخدمه احنا ذكرنا البارامترز دي قبل كده، والفوليوم هو التايدال فوليوم، ده اللي هو تارجت انا بستخدم بريشر معين علشان اوصل للتارجت بتاعي تايدال فوليوم في كل ديزيز. اف اي 2 كبدايه ممكن يعني ممكن يكون 60% اثناء الاستابيليزيشن في اول 10 دقائق او ربع ساعه اثناء التوصيل، ولكن الهدف بتاعي نكون اقل من 40% على الاقل، ما كانش يكون اقل من 30% او 3 من 10 اف اي 2. الاثر ثيرابي ممكن نذكرها في كل ديزيز. طيب نبدا في بالنسبه للار دي اس، هيكون التايم ريسبيريشن بتاعي قليل، فانيشالي هيكون اقل ممكن 3 من 10 ل 35%، احيانا بنضطر لاقل من 3 من 10 بسبب السيفير ديكريس في الكومبلاينس. اللونج دي ستيف سمول فوليوم
بتاخد وقت اقل علشان تملي. فانا هنا هعوض بان انا مش هقدر ادي تايم اوف اسبيريشن طويل، لان كده اللنج دي ممكن تتعرض لبوليتروما او باروتروما. ولكن هضطر استعوض او اعوض ان انا احاول احافظ على المينت فوليوم بان انا ابدا بريت عالي. اذا المينت فوليوم انا هستخدم ريت اعلى بتايدال فوليوم، ممكن يكون على اللور ليميت علشان احافظ على المينت فوليوم والاوفرال جاز اكسشينج. الاي ريشيو بتاعتي طبعا اهم حاجه ما تكونش ريفيرزد، انا ابص على الاي ريشيو بتاعت النيونيت مش بتاعت البارامتر اللي مديها. ما تكونش ريفيرزد يعني ما تكونش الانسبيريشن زي الاكسبيريشن، لازم الانسبيريشن يكون اقل شويه من الاكسبيريشن علشان احافظ على الفسيولوجي بتاع اللنج. وذكرنا قبل كده اسبابها في البارامترز، واحنا قلنا هنا الريت العالي ده كومبنسيت فور السمول فوليوم تو مينتين المينت فوليوم. طيب البي اي بي عموما اي بي اي بي اي بي انا هنا ممكن ابدا بارقام، يعني عشان افتكر رقم 6 فهيكون الريت 60 والبي اي بي 16 مثلا، والبي بتاعي هيكون من 5 ل 8، واحنا اتفقنا ان 5 ل 8 دي هي اللي بعمل بيها ريكروتمنت. فبالتالي انا هنا بتوقف البداية بتاعتي على الريكروتمنت، انا بوصل النيونيت على البارامتر دي اف اي او 2 60 مثلا وريت 60 وبي اي بي 16 والبي 6، بعمل ريكروتمنت. انا الهدف بعد الريكروتمنت بعد ما اوصل للاوبتيمال بيب تو كيب ذا لانج اوبن، سواء كان 5 6 او 7 او 8، خلاص انا عملت ريكروتمنت حددت الاوبتيمال بيب. انا هنا بستخدم البي اي بي اللي بيعمل لي اتشيفمنت للتايدال فوليوم. طيب البريشر سبورت انا بستخدم حوالي 2 ل 3 اثناء الانيشيشن، يعني تلتين البي اي بي او تلات ارباع التايدال فوليوم اللي بحققه، سواء على حسب المود اللي انا بستخدمه، انا بستخدم بريشر مود او فوليوم مود. الفوليومز طبعا في الار دي اس بتكون 4 ل 6، يعني حوالين الخمسة. طبعا انا بحاول ما تخطاش السبعة اللي احنا قلنا او الستة، يعني احنا قلنا الكومبلاينس قليلة جدا فبالتالي ممكن يحصل بوليوتروما. الاف اي او 2 زي ما ذكرنا برضو لازم يكون اقل من 60، او كبداية ممكن اثناء الاستابلايزيشن بعد التوصيل يكون 6 من 10، ولكن الهدف بتاعي انه يكون اقل من 3 من 10، لان ده انديكيت ان انا عملت ريكروتمنت كويس وفتحت اللنج بتاعتي. طبعا الادجوفنت ثيرابي السيرفكتنت طبعا سواء كان بروفلاكتيك او ثيرابيوتيك، وده بره محاضره محاضرتنا النهارده. وبرده الكافيين بيحسن الريسبيراتوري درايف والريسبيراتوري ايفورت بتاع اليونت. طيب الويننج بارامترز والكونسيدريشن، اللو بارامترز تعريفنا اللو بارامترز وامتى بنعمل او ايرلي بي اكستوبيشن مانوفرز، زي ما نستخدم الكافيين لاي انفانت اقل من 32 اسبوع على ميكانيكال فنتيليشن. فهيكون الويننج بارامتر بتاعتنا هي اللو بارامترز اللي هنشوفها في السلايد الجايه. ولكن قبل اللو بارامترز لازم اليونيت ده يكون اخد كافيين من ساعه التوصيل علشان يحسن ريسبيراتوري درايف. بعد كده انا بشيل اي سيديشن او ناركوتيك دراجز قبل الاكستوبيشن، والمفروض يكون عندي ريتن اكستوبيشن كرايتيريا علشان ده بيحسن الاوتكم، ونكون متفقين على حاجه معينه بنعمل عليها اكستوبيشن علشان ما يحصلش ان اكسيدنتال او فولس او رونج اكستوبيشن اوردر. ويكون معايا ديلي اسيسمنت للبارامترز، هل اليونيت ده بيحتاج اف اي 2 مثلا، الاف اي 2 بتقل اذا كده انا ماشي في الطريق الصحيح، ولا انا الاكسجين ريكويرمنت بتزيد حتى لو زياده مجرد 10%، ده معناه انه في مشكله اثناء التوصيل. طبعا كل ما اوصل اليونيت بعد الاكستوبيشن على نون انفيزيف مود ده بيقلل جدا الري اكستوبيشن والاكستوبيشن فيلير. في نفس الجدول ولكن هنا هناخد الويننج، طبعا كل شيء بيتحسن. التايم اوف اسبيريشن بيبدا يزيد من 3 من 10، ممكن يوصل 4 من 10، طبعا ده بسبب الامبروفمنت اوف لانج كومبلاينس، وده بيحصل سواء من غير سيرفكتنت او حتى لو انا اديت سيرفكتنت ده بيتحسن بسرعه خالص. فانا اخلي بالي لو انا بعد السيرفكتنت لازم انزل بالبارامترز واخلي بالي من تايم اسبيريشن، اللي هو برضو بنحدده عن طريق الجرافيكس اللي هنشوفها ان شاء الله في محاضره قادمه. ولذلك انا كاتب typically don't adjust، لان انا المفروض بسيب النيونيت على بريشر سبورت مود هو افضل، ده اللي بيخليني او بيخلي النيونيت يحدد تايم اسبيريشن بتاعه.
فبالمراقبة أو بالملاحظة observation بشوف إنه الـ time respiration بيتحسن أو بيزيد، فده معناه إن في lung improvement. الـ eye ratio طبعا بتبدأ تجرب على 1 إلى 2، الـ rate ممكن ينزل إلى 20 breath per minute، as tolerated for CO2 إن يكون أقل من 50. طبعا أنا الـ rate بتاعي 20 ده بتاع الـ ventilator، وبسيب الـ unit ياخد قبل أثناء الـ weaning. الـ BIP بتاعي المفروض بينزل حتى الـ 12، أهم حاجة يكون محافظ على الـ tidal volume ما ينزلش عن 4. الـ BIP طبعا هو أهم فاكتور، وهو حتى حاطينه بلون مختلف في الجدولين عشان هو ده المين بارامتر اللي بيحافظ لي على اللانج على اللانج اوبن اخر الاكسبيريشن، فهو ده اللي بيحافظ لي او هو ده اللي بيكون بيحسن المين باثولوجيكال فيتشر. طبعا في الويننج يكون اقل من 6، بحاول قدر الامكان ابص على لو انا الاف اي 2 بتاعي أقل من 25 أو 0.25 أو 25، الساتوريشن بتاعي لسه ستيل فوق ال 92، الشيست اكس راي بتاعتي في حصل فيها امبروفمنت. أنا ما مش بنزل عن ال عن البيب أقل من 5، مش بوصل لأربعة في البريترم، لأن هو التيوب بتاعته صغيرة، فأنا جاست إن أنا بديله البيب ده علشان أحافظ على اللانج أوبن، لكن أنا مش عامل هايبر انفليشن ولا حاجة. طبعا البريشر سبورت انا بنزل بالسبورت جاست تو اوفركم الانتراكيال تيوب، وانا اخلي الورك اوف بريثنج بحيث ان انا بديله سبورت بس علشان اعدي التيوب زي ما ذكرنا قبل كده ان هي بتزود الريزيستنس، وبالتالي كده ان اليونيت مش هيزيد الورك اوف بريثنج اثناء الويننج. وده لو هو انا شفت ورك اوف بريثنج زياده بعد ما شلت البريشر سبورت، ده مش معناه ان اليونيت ده تعب، لا ده معناه ان انا مش مدي السبورت اللي بيخليني اعدي الانتراكيال تيوب. الفوليومز نفس الفكره، انا بنزل بالبي اي بي طبقا للفوليومز، بحاول ما انزلش عن 5 او 4 ملي بير كي جي، بشرط برضو ان السي او 2 بتاعي يكون اقل، يعني لو انا جيته على 4 ملي بير كي جي السي او 2 بتاعي اعلى، فبحاول اديله 5 ملي بير كي جي، طبعا مش بننزل عن 4. الاف اي 2 لازم قبل ما اعمل ديسكونكشن يكون الاف اي 2 بتاعي اقل من 0.3 او 30% كونسنتريشن. وطبعا الكلينيكال اسسمنت للشيست موفمنت والاي بي جي والاناليسيس اوف فنتليتور ميكانكس وجرافيكس اللي هنشوفها بعد كده ان شاء الله في محاضره سابقه هيكون من حيث المهمه اثناء الوين. طيب الاذر ديزيز اللي يعني احنا كده خلصنا الار دي اس، هل في ديزيز ثانيه شيرنج سيم باثولوجي واللي هي بنعتبرها ريكروتابل لانج ديزيز، يعني مشكله في البارينكما؟ طبعا هنا ممكن نبص على حسب السيفيريتي، في تي تي ان مثلا والكونجنتال نمونيا والار دي اس يعني بتزيد في السيفيريتي معاها، بعد كده البالمونري اديما، بعد كده بالمونري هيموريج، واصعبهم اللي بيأثر على الكومبلاينس هو الاي ار دي اس او نون كارديوجينيك بالمونري اديما، وهي بتكون يعني بور اوت كام. دول كلهم ممكن استخدم فيهم الريكروتمنت ولكن بدرجات مختلفه طبقا للسيفيريتي، اقلهم تي تي ان، نادرا ما نحتاج نوصله على الميكانيكال فنتليشن. بعد كده كونجنتال نمونيا انا بفكر بيها بنفس الاسلوب ونفس الطريقه، بحتاج بيب وبحتاج ريكروتمنت، والمره القديمه بتحتاج اكتر من الار دي اس، برضو البرنامج بيحتاج اكتر، وهكذا. ممكن نبص نظره على نفس الجدول من السورس اللي اخذناه، هل الديفيوز الفيولار ديزيزز، حاطط هنا اكزامبل اللي هو بريتيرم ويز ار دي اس، هنا في لو لانج كومبلاينس كومبلاينس شيست وول، في مايكرو اتليكتس زي ما ذكرنا، في فنتيليشن بيرفيوجن مس ماتش، طبعا ممكن يحصل له فنتيليتور اسوشيتد لانج انجري، فهنا سجست البيب من 6 ل 8 او من 5 ل 8 زي ما ذكرنا مع تايدال فوليوم 4 ل 5. طبعا ريكروتمنت يوزنج البيب وذ كونفنشنال فنتيليشن، او لو في هاي فريكونسي فنتيليشن طبعا برضه مركز على الشورت تايم ريسبيريشن مع فاست ريت، ده هو اللي هيحقق لي المينيت فوليوم. طبعا مع الاوبتمايزيشن اوف لانج انفليشن وافويدنس اوف فوليو تروما، دي كلها حاجات اللي ذكرناها، او انه يكون في تيرم او بري تيرم انفانت ويز هيموراجيك بالمونر اديميا او بالمونر هيموراج، برضو ده بيكون فيري لو كومبلاينس، بيحصل معاه سيرفكتنت ان اكتيفيشن، في بالمونر كونجيشن واديما، في فلويدز في الاير واي، ده كله بيزود لي ريزيستنس والكومبلاينس بالذات بتاعت السمول اير واي، فانا بضطر هنا ادي بيب من 8 ل 10 ديورنج الاكيوت ايفنت،
وبسيب البيب ده فترة علشان احافظ على انه امنع الاديمة لغاية ما احسن، سواء كان في بليدنج تندنسي، كان في مشكلة كاردياك. التايدر فوليوم بتاعي بيكون اكتر سنة من 4 لـ 6، يعني تقريبا نفس الرينج. وهنا نخلي بالنا ان انا لو دخل النيونيت في بالمونري هيموريج او بالمونري اديما اكيوتلي، انا بزود البيب والبي اي بي علشان اعمل تمبوناد للاديما فلويدز. طبعا ريكروتمنت يوزنج بيب انكريمنت، يعني زياده في البيب مع فيكس التايدال فوليوم، لو انا فوليوم جارانتي بيكون اريح ان هو بيزود لي البي اي بي مباشره بدون ما العب فيه. انا بزود بس البيب والماشين بتحافظ على التايدال فوليوم. بستخدم لونجر تي اي تايم ريسبيريشن ده في البدايه علشان اعمل ريكروتمنت، بس بزود تايم ريسبيريشن. ولكن انا كده كده بعد فتره، بعد ما اعمل تمبوناد واحافظ امنع الهيموريج، بضطر انزل بعد كده برضه بالتايم اسبيريشن واعمل ازود الريت علشان احافظ على المينت فوليوم بتاعي من 4 او تايدر فوليوم، وبالتالي المينت فوليوم بسبب الريت العالي اللي ذكرناه في السلايد السابقة، ان انا بحافظ على المينت فوليوم بان انا ازود الريت لانني مش هقدر ادي فوليوم اكتر من 4 لـ 6.